كيف ستتوزع أصوات النواب يوم الخميس؟ نطلع على أجواء خارطة أصوات الكتل النيابية مع الزميلة رواند أبو درغم من غرفة التحرير. رواند، أهلا بك. هل أصبحت واضحة مواقف جميع الكتل النيابية من رئيس الحكومة المزمع تسميته نهار الخميس؟ فعليا رامز، غدا ستكون كل الكتل قد أعلنت عن مرشحها للتكليف نهار الخميس لتأليف هذه الحكومة العتيدة. إنما يعني بحصيلة نهائية إذا قررت غدا، وغدا هناك اجتماع لكتلة الجمهورية القوية ظهرا في معراب، إذا قررت القوات تماهيا مع موقف اللقاء الديمقراطي أيضا بتسمية السفير السابق نواف سلام، تصبح المعركة على رئاسة الحكومة على المنخار مثل ما بيقولوا ما بين نواف سلام والرئيس نجيب ميقاتي، بحيث إلى جانب القوات إذا أعلنت غدا ترشيحها لنواف سلام، إلى جانب الاشتراكي وأيضا الأغلب من التغييريين اتجاههم بتسمية نواف سلام، يصبح تقريبا حصيلة الرجل تقريبا 42 نائب سيكلفونه يوم الخميس. مع الإشارة أيضا رامز بأن هناك تباين ما بين التغييريين باجتماعاتهم المتكررة اللي عم بتصير للتحضير إلى يوم الخميس، بحيث معلومات الجديد تؤكد أن هناك 3 نواب من التغييريين يرفضون تسمية السفير السابق نواف سلام، وبالتالي ليس هناك بعد من موقف موحد للنواب 13 التغييريين. بينما الرئيس نجيب ميقاتي فهو حاصل على أصوات الثنائي الشيعي بالإضافة إلى المشاريع الإسلامية وأيضا التكتل الوطني اللي هو تيار المردة، وبالتالي نوع يعني تقريبا مرتاح أكثر من السفير السابق نواف سلام بأصوات بأعداد أصوات قليلة. إنما تقول المصادر بأنه الكفة المرجحة راح تكون لموقف التيار الوطني الحر اللي أعلن صراحة أنه هو لن يسمي الرئيس نجيب ميقاتي، بينما أيضا تشير المصادر بأنه حتى التيار الوطني الحر ما راح يكون عنده الجرأة أنه يسمي السفير السابق نواف سلام، مراعاة لموقف الحزب الله حليف وحزب الله من نواف سلام. وبالتالي بعد موقف التيار الوطني الحر غير معروف ما إذا كان سيكون هناك له مرشح ثالث، أم سيكون هناك ورقة بيضاء، أم يعني سيجرؤ بالتصويت يعني السفير السابق نواف سلام. وإذا كان لديه هذه الجرأة أكيد رح تكون الكفة المرجحة للسفير السابق نواف سلام، و سيتفوق على عدد التي سيحصل عليها الرئيس نجيب ميقاتي. إنما يعني مع الانقشاع بالمشهد السياسي وبين مين ومين المنافسة راح تكون، تواصلنا مع مصادر عدة من الثنائي الشيعي إن كان حركة أمل وحزب الله، إنما أكدت المعلومات بأنهم هن غير محرجين، مرتاحين، وليس هناك أي مشكلة في حتى لو تم تسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، بحيث سيكون هناك يعني رح يهنوه بهذا المنصب وبهذا يعني بربحه بهذا الاستحقاق الدستوري، وسيكون هناك تعاون رح يقولوا مطالبهم وإذا يحصلوا عليها وبالتالي رح يشاركوا، أما إذا ما حصلوا عليها رح يكون خيارهم بعدم المشاركة في هذه الحكومة. وهون بدل على صعوبة التأليف، وخصوصا إذا كان المرشح على التكليف هو اسم استفزازي للفريق الآخر. بينما أيضا تسأل هذه المصادر أنه ما الجدوى من تسمية السفير السابق نواف سلام إذا كانت هذه الكتل لن تشارك في الحكومة، وخصوصا أنه الحزب التقدم الاشتراكي أعلن بأنه رح يسمي نواف سلام ولكن ما رح يشارك بهذه الحكومة. وإذا أيضا سمت القوات اللبنانية غدا السفير السابق نواف سلام بينما أعلنت سابقا أنه هي ما رح تشارك بالحكومة، فإذا تسأل هذه المصادر ما الجدوى من هذه التسمية الاستفزازية للثنائي الشيعي تحديدا، ويعني عدم مشاركة بهذه الحكومة، وتضع كل هذه المحاولات بخانة حشر الثنائي الشيعي، بينما تؤكد هذه المصادر أنه هن منهم محشورين نهائيا ومرتاحين للنتائج. وبالتالي حتى هذه اللحظة بعده لازال الرئيس نجيب ميقاتي متقدم بأعداد قليلة من الأصوات بانتظار ما سيكون موقف التيار الوطني الحر. بإشارة أخيرة أيضا رامز بأنه حتى هذه اللحظة القوات اللبنانية بحسب مصادرها هي باتجاه أنه توضع ورقة بيضاء بانتظار
الاجتماع غدا ظهرا إذا كان رح يكون في تغيير بهذا الموقف أم رح يظلوا مصرين على الورقة البيضاء. رامز، علما أن القوات في وقت الاستشارات السابقة قد سمت السفير نواف سلام. شكرا لك. نعم. روان أبو درغام على هذه المعلومات.